سالي تو الموند، مرحبا بكم مع صابرينا. اليوم راه حدايا ابن اخي اسحاق، حبيبي اسحاق. راح حاب يقول لكم كلمه، اش تقول لهم؟ صباح النور. هذا ما كان قول لهم كيراكم؟ كيراكم غير لاباس. لا فيديو نتاع اليوم راح نعمل فيها دو لا بينتور، نتمنى تعجبكم، وراح نقول بعض التقنيات وبعض الاساسيات باه تنجح لكم لا بينتور سور تيسو. بروميرمون il faut choisir le tissu نتاعنا. باغ اكزومبل انا هنايا راح فقط نعطيكم ان اكزومبل فوق البوليرو نتاعي. La peinture du faux glaçois, faux la popeline, le mousseline, aidan faux dedans. Le lazem, il faut un papier de calque. كاين واحد الاخت من مجموعه فن الورود في الفيسبوك سالتني، قالت لي انا ما نعرفش نرسم مي راني حابه نعمل لا بينتور. alors pour faire la peinture de la peinture il faut عندك un papier de calque خاص بالقماش وايضا الرسمه. le papier de calque نلقوه en plusieurs couleurs وين باع اللي يبيع لوازم الخياطه. نجيبو لو شيما نتاعنا ولا الرسمه نتاعنا ونخطوها بقلم جاف كيما راكم تشوفوا، وتخرج لنا الرسمه فوق لو تيسي نتاعنا، ونبداو نعمروها بلا بينتور اللي رانا حابينها. هذه كبعض الاساسيات في تعلم الرسم على القماش. دونك نحتاجو لا بينتور، والماركه مليحه هي بي بي او، هي سي لا ميور. و سا اكزيست دوتغ مارك و دوتغ كاليتي. بون انا هنايا راح نطبق رسمه حره، ما راحش نستعمل الرسمه كيما وريتكم، وربما في دوتغ فيديو راح نعلم وراح نوري امور كثيره في هذا المجال. هنايا لازم لو بانسو يكون اون بون ايتا، سينو ما غاديش نقدروا نستعملوه. سيتادير الريشه نتاعي تكون اون بون ايتا، و سا اكزيست بلي نيميرو. وايضا نحتاجو الماء وايضا دي بابي باش نمسحو الريشه نتاعنا بعد كل استعمال. هنايا راح نطبق الرسم نتاعي فوق الدم. وبالنسبه للقماش نتاع الدم سا اكزيست بلوزيغ تكنيك، ربما نشوفهم في فيديوهات اخرى. هنايا راح نرسم ديريكتومون على سطح القماش. اون سكي كونسيرن لو دم، هاد التيسو صعيب في العمل. كاينه اون تكنيك اللي هي لا تكنيك تاع لو فير ا سودي، سيتادير نرسمو فوق لو دان تاعنا ابري هذاك لونتوراج نتاع الرسمه كامل نعملوها بلو فير ا سودي، يعني ولينا لو تيسي محفور في هذاك هذا في هذا التخطيط نديرو لا بينتور نتاعنا. الو تبان لنا الخدمة محفورة. هنايا نقدروا ننقلوا
الرشمة نتاعنا ولا التصميم نتاعنا باستعمال الديكالك كما نقدروا نرسمه فوق هذا التيشو ديريكتومو بقلم ملون ابيض، يعني نديروا التصميم نتاعنا والتخطيط نتاعنا. دائما من نعملوا او نبدوا الرسم نتاعنا نختاروا اللون الاساسي لا بينتور دو باز اللي نخطوا بها الرسم نتاعنا. انا دابيتي نستعمل اللون الابيض، لكن هنايا استعملت اللون الازرق. في الرسم نتاعي راح نعتمد فقط على خطوط واشكال، وفي الاخير راح نشوفوا النتيجه نتاع الرسم نتاعي. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفي يا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفي يا الغزال فاطمة. يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوام بالمرحمة. أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. فاطمة زطمي يلي داويتي جسمي، عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي، ورقي ببصر وعامي والحسود ففلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال سقامي، عقل ترحمي من جفاك طال سقامي.
ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مثليا روفي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مثليا روفي يا الغزال فاطمة الرسمة نتاعي تمثل القصبة والمرأة بالحايك. أيضا يمكن نشوف هاد الأماكن الأثرية في أماكن واحدة أخرى كما تلمسان باي اكزومبل. الآن انتهيت من الرسمة نتاعي، نقدرون نعملو دي فيرني من الفوق. هاد الرسمة يمكن نعملوها طابلو كما نقدرون نعملوها امتي كوسان بور لا ديكوراسيون. جيسبر لا فيديو نتاع اليوم تكون عجبتكم، ما تنسوش تخلوا لي تعليق وانتي جم. مع سلامة. وغلقت عنوان